السياسات والبرامج التي تساعد على إنشاء نظام بيئي متوازن مستدام أولت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها اهتماما كبيرا في حشد الطاقات والوحوم والاستثمارات واعتماد الابتكار كمحرك رئيسي لتعزيز الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام، حيث أصبحت دولة الإمارات في طبيعة دول العالم التي تبنت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 تماشياً مع استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أطلقتها تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة. وانسجاماً مع هذا النهج، فقد أولت دولة الإمارات اهتماماً خاصاً باستراتيجية الطاقة المتجددة والنظيفة أدت إلى تشييع عدد كبير من المشروعات وتنفيذ المبادرات الخضراء الرائدة، ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي ومحطة شمس لتوليد الطاقة الشمسية في أبوظبي. كما تم إطلاق المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما رسخ مكانة دبي في قلب الخريطة العالمية للاقتصاد الأخضر. نجتمع اليوم في هذا المنتدى العالمي لرسم ملامح المرحلة القادمة من خلال تبادل المعارف وتطوير الابتكارات التقنية وتشجيع نمو الاقتصاد الأخضر، مما يجعل من شعار تعزيز الابتكار قيادة التغيير حقيقة قائمة. نركز في هذه الدورة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على ثلاثة محاور رئيسية هي رؤوس الأموال الخضراء التي تتناول الاستثمارات المفيدة للبيئة في المنتجات والتقنيات والبنى التحتية الخضراء دعما للتحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون. التحول الرقمي الذي سيسلط الضوء على أهمية وقوة البيانات والتقنيات لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من الابتكارات والتقنيات الإحلالية ووضع التكنولوجيا في صميم الجهود للدفع بعجلة النمو المستدام. القيادة والتفاعل المجتمعي الذي سيساهم في تبني الاقتصاد الأخضر وتوجيه كافة الجهود والإمكانيات لإحداث التغيير المطلوب من خلال تفاعل المجتمع ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات ضمن إطار اجتماعي شامل. نرحب بكم في قمة تعزيز الابتكار وقيادة التغيير في دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الأخضر.